السيد اللي عنده علاقة حب ما بين السرقة وما بين يديه. إيه هو واحد الإنسان اللي عايش واحد الأسرة لاباس عليها وكيف ما كيقول ما كيدير والو من غير أنه كيسرق وكيكذب. الحلقة ديال اليوم الحلقة ديال سفيان اللي غادي يولي هاكر وغادي يولي نصاب على بزاف ديال الناس في المغرب. الحلقة ديال اليوم غتبين الطرق جديدة ديال النصب والاحتيال. ولكن قبل ما نبداو الشاب اللي وريتكم أنه كيبيع لي زابليكاسيون اللي فيهم الماتشات المنتخب الوطني ولا كوب دافريك وبزاف ديال الحاجات. دابا رمضان جاي وكاين المسلسلات الرمضانية وكاين الأفلام وخصوصا الناس الجالية المغربية اللي كاينين برا المغرب كيبغيو يتفرجوا في المنتخب. هاد السيد هذا عنده هاد لابليكاسيون جربتها مدة ديال شهرين والحمد لله الأمور مزيانة. إلا بغيتو تواصلوا معاه غتصيفطوا له ميساج في هاد النمرة ديال الواتساب وتقولوا له حنا من طرف السكمان. نبداو القصة على بركة الله. سوبرمان. في 1991 شاب سميتو ابراهيم خدام في واحد الشركة ديال الفوسفات معروفة في المغرب وقال مع راسو غادي نتناسب مع واحد العائلة في مدينة اسفي. وداكشي اللي كان مشى لمدينة اسفي تزوج بالسيدة اللي كيبغيها وعاودو سافرو لكازا باش يكمل خدمته ويعيش حياته. وفي 1992 رزقو ربي بواحد الولد وسماه سفيان. سفيان كيتربى في واحد الأسرة اللي لابس عليها واي حاجة خاصاه كتعطالو، لكن في نفس الوقت الاب في جيه والام في جيه بحكم ان الاب عنده متطلبات ديالو حيت كيدير الكونترول في خريبكا وفي اسفي. بدا تيكبر الولد وغايدير 6 سنين وغايولي كيقرا في ديك المدرسه ديال الشركه ديال الفوسفات. بدا السيد كيمشي يجيب ولده ومره مره كيجيبو الترونسبور ديال الشركه. سفيان تيكبر وكيكتشف هو في راسو ان اي حاجه ما عندوش كيبغي يسرقها للدراري. لا تروسه ديالهم كيحلها لهم، كيهز التلويات كيسرقهم، المهم اي شكاره يمكن له يسرقها. والاستاذه ديال الابتدائي بدات كتكتشفوا انه شفار من الطراز العالي. بدات كتقول للام ديالو، والام ديالو كتعتبر داكشي عادي، هذاكشي غير ديال الاطفال وبحكم انه مازال صغير كيكتشف. لكن بدا بشويه بشويه كيسرق للدراري الماكله ديالهم. واحد النهار غادي يمشيو عند جداتهم ديال امهم الاسفي وغادي يباتوا عندهم وغادي يطلع اوتوماتيكمون البيت ديال جداته. غادي يلقى واحد البراسلي وغيلقى 3000 درهم 60000 ريال زرقاء حدا زرقاء، ويعاود يجر الماريو يسدو وغيهبط. عنده واحد خالته مريضه والباب ديال جداته حدا البيت ديال خالته اللي مريضه مسكينه ما كتقد تهضر ما والو وكتبان بحال حمقى. هنا دازت يومين سفيان غادي يطلع عاوتاني للمجر وغادي يشوف خالته كتشوف فيه وغادي يقول راه غير مريضه وما فهمانيش علاش دخلت للبيت. غادي يحل المجر غادي يهز ديك 60000 ريال وغادي يهز داك البراسلي ديال الذهب ويخشيه في جيبه واوتوماتيكمون غادي يمشي هو وباه امه لكازا. جداته غادي تصوني على الام في الفيكس وغادي تقول لها باللي راه تسرق ليا الذهب ديالي و 60000 ريال وغتقول لها ياك ما دخلوا عندك شي واحد من الجيران، المهم الامور غادي تسد بحال ما كاين والو. لكن جداته غتسول بنتها اللي هي مريضه وغتقول لها باللي راه سفيان شتو دخل عندك البيت وانا راه شكيت هو اللي سرق. وبحكم ان خالته مريضه مسكينه وما كاينش اللي تيقها جداته نسات الموضوع، لكن قالتها للولد ديالها والولد ديالها سول الولد ديالو الصغير وبحكم ما تيكذبش تيقو، بمعنى انه كاين ولد خالو وبنت خالو وسفيان هما اللي كانوا في الدار وشك باللي ان سفيان هو اللي سرق بحكم انه كيفرفط بزاف وعاق به خالو. قال باللي غنمشي نيشا لكازا ونجلس مع امو وفي نفس الوقت نقولها له. وداك الشيء اللي كان شد سفيان وطلعوا للطوموبيل وقال له غنمشي انا وياك للكوميساريه. قال له حيت دابا انا ديت الولد ديالي والبنت ديالي للكوميساريه ودابا غادي نمشيو ونشوفوا شكون اللي سرق، يلا معايا للكوميساريه. وبصح دخلوا للكوميساريه ودخلوا لواحد البيت عند واحد صاحبه في الكوميساريه وبدا كيهضر معاه في داك البيرو. قال له غير وما تخافش بقى بيناتنا، حاجه وحده الا كذبتي وعقنا بيك راك انت غادي تدخل للحبس رغم انك صغير. بدا تيبكي سفيان وكيقول له راه الدب مازال كاين والفلوس مازال ما كاينين ولكن عندك وتقولوها لبابا. قال له شوف ما تخافش غتمشي معايا. قال له لا لا ما تمشيش معايا انت، يمشي معايا خالي. ودخل خالو وبدا كيعاود له القصه. المهم خالو ركبوا في الطوموبيل ومشاو لواحد الدار مهجوره مصوبه بالقصدير وسفيان حط فيها داك الشيء باش لا قدر الله قلبوا في الدار ما يلقاو عنده والو. هز الفلوس وهز داك الشيء ومشى نيشان للدار. قال له ما غنقولها حتى شي واحد، المهم اخر مره دير هذه القضيه. لكن خالو غادي يمشي يقولها لجداته وجداته غتصل بالام ديالو وغتقول لها ولدك راه شنو دارو شنو دارو شنو دارو شنو دار. غيجيب باه بالليل وغادي يشد سفيان غيبقى يعطيه بالعصا يعطيه بالعصا بالصمته حتى السيد غادي يولي زرق وغادي الام ديالو تخلع ان الاب يقتل
اللي قتلها ولدها. داك النهار داز عادي، لكن في الصباح بدا كيقول باللي سفيان غادي يهرب من الدار، وبدا كيهدد باه، وباه كيقول له شوف اخر مره وعدني تسرق وما نقيسكش، المهم دوزوا ديك القضيه. لكن سفيان مازال كيسرق ومازال اي حاجه بانت له كيديها. الام بقات حاضيه الولد ديالها وكتمشي للمدرسه كتسول الاساتذه وكيقولوا لها مازال كيسرق، وملي هي معاه وكتقاتل معاه. وسفيان تيكبر 8 سنين 9 سنين، حتى لواحد النهار مع 12 الليل الراجل ما غاديش يجي، ومولف انه العشرات الليل تيكون في الدار، وكاع بعض المرات من تيكون مسافر كيقول لها باللي راه غادي ندوز يومين 3 ايام وكيكون كيهضر معاها في التليفون. وبدات السيده مخلوعه، جات الوحده 3 4 الصباح 5 8 وهي تمشي عندو الاداره فين خدام، سولات الناس اللي خدامين تما قالوا لها ما جاش، واتصلت بالاخ ديالها اللي كاين في اسفي جاب الطوموبيل باش يقلب معاها، مشى للكوميساري عند صاحبه وهو يفاجئه غادي يقول له باللي لقينا واحد السيد في واحد البرطمه هو والخليله ديالو جالسين سهرانين وميتين بجوج بيهم، محطوط حداهم الشراب وفيهم طعنات من الجسم ديالو، واكتشفنا باللي شكون اللي قتلهم هو الزوج السابق ديال ديك السيده. قال له راه كاين في واحد الطبيب وغادي تقلب على البلاصه ديال الاموات وغتدي الاخت ديالك وغنمشيو معاه. المهم داكشي اللي كان، مشى جاب اخته وما قدش يقولها لها، ما قدش يقولها باللي راجلك شنو وقع له، قال لها باللي راجلك راه توفى ويلاه تشوفيه واش هو ولا ماشي هو. وداكشي اللي كان. ديك الساعه كان سفيان كاين في المدرسه، مشات مع اخوها المستشفى، هبطوا حلوا لهم الوجه ديالو وهي تلقى ان هذاك هو الراجل ديالها، وقال لها شوفي اختي تكالماي وما يكون غير السيده بدات تبكي. لكن من البوليسي بدات يعاود لها، جمعات البكيه ديالها وعرفات باللي ان السيد اللي كان تيدعي المثاليه غدرها وغدرها بالخيانه الزوجيه. بداو كيحللوا الامور ولقاو بالصح ان ديك السيده كانت كتعرفو هذه مده ديال 4 شهور وهو كيمشي عندها، وبلاص انه كان كيقول لها باللي كنمشي لخريبكا وكنمشي لاسفي باش نخدم كان كيبات معاها. وداك النهار كان يمكن عوال غير يقصر معاها ويرجع للدار بكري، لكن وقعت الجريمه تسد الموضوع. السيده رغم ذلك بدات تقنع ان سفيان الاب ديالو مات موته عاديه وما بغاتش تدخلو في ديك المتاهه ديال الخيانه باش ما تزيدش تعكر له الامور ديالها. خوها قنعها باللي ان الصالير غيبقى يدوز لها هي، وديك الدار اللي شادين في كازا غتكريها وغترجعي لدار امك تسكني معانا. هزات سفيان وهزات داكشي ديالها وكرات ديك الدار ديال كازا ومشات لاسفي، وتما سفيان غيزيد في لادوز ديال السرقه. واحد النهار سفيان غيشوف واحد مول الطاكسي كيسد الباب وكيخلي الجاج محلول شويه. سفيان مع هو ما عرفش الكارتي ديال جداته مزيان، مشى طل لقى داك السيد حاط الطوموبيله ديالو قدام الدار، هو يطلع وشاف باللي انها كاينه 150 درهم مصرفه تما في الطاكسي. بدا كيخشي يديه في الجاج باش يهرس الجاج، وهو كيتقاتل حتى لواحد الوقيته غيشنق عليه شي واحد وغيضربو الوجه ديالو، غيدور غيلقى مول الطاكسي غيبقى يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه، وغادي يقول له يلا لامك وريني داركم فين كاين. سفيان بقوه الخلعه باش ما يجيش يضربو وراه الدار. غي وصل الدار وحلات جدات سفيان شد فراسو مول الطاكسي، قال له واش هذا ولدكم؟ قالت له اه. قال لها شنو دار شنو دار شنو دار واشنو دار؟ وهاد الساعه هادي راه ما صحابنيش ولدكم، راه ولدك راه صاحبي. وبدا تيقول لها باللي راه لقيتو خاشي يدي. قالت له سمح لينا ولدي وشنو وقعت؟ قال له ما وقع والو دابا خالتي، المهم سلمي على ولدك وهذا حاولوا تحضيو معاه راه غيدير لكم شي كارثة. جداتو معاه عندها صوابق معاه بدات تغوت عليه وكتضربو قدامه، وانت شفار وانتم ما عرفتكمش منين جايين، واش بغيتو تشوهونا 50 عام وحنا في هاد الحومه كلشي كيحترمنا وجيتو حتى لهنايا وبغيتو تشوهونا؟ المهم سفيان داك النهار قتلات العصا عند خالو، قتلات العصا عند امو، والسيد ما بغاش يدير عقله. بدا تيكبر سفيان وفي نفس الوقت السرقه وفي نفس الوقت اي حاجه، حتى غادي تدخل امو لاصال ديال الحديد بحكم انه دار 17 عام، قالت غادي نلهيه وفي نفس الوقت نشري له بيسي باش نعمر له وقته بحكم انني جيت لواحد المدينه جديده نحاول نتقاتل معاه. وداك الشيء اللي كان النهار الاول مشى لاصال، المهم تتلهيه بداك البيسي اللي شرات له، والسيد بدا بشويه بشويه، لكن للاسف غادي يدير واحد الخطا عاوتاني اللي غادي يزيد يطلع الامور. واحد النهاريات هو تيبدل حوايجه وشاف واحد صاحبنا حتى هو كيبدل حوايجه، وشافوا انه دار التليفون بورطابل في الساك ودفعوه هو الاول في داك البلاصه فين تيحطوا الحوايج. وهنا سفيان قنع عليه، وبلاص انه يعاود يمشي تريني بدا تيدير راسو انه كيلبس حوايجه من جديد باش اين فوا يخرج لاخر وغيجبد الساك وغيمشي بحالاته. وداك الشيء اللي كان،
لبس حوايجو مشى للصاك ديال داك السيد اللي غيتريني هز التليفون خشاف الشكاره وخرج. المدرب او اللي كيحضي لاصال اكتشف ان السيد دخل وعاود خرج مالو ما ترينا ما والو، ولكن اين فوا غيجي عند السيد غادي يقول له التليفون ديالي تسرق هنا، غادي يعرف ان سفيان، غيخليه تيجي غيشنق عليه هنا، غادي يهزوه البوليس وغادي يديه اوتوماتيكمون للكوميساريه. والسيد مازال صغير، مو علمات خالو وخالو جا كيتفاسر مع داك السيد اللي مشى له التليفون، كيقولوا له باللي غير سمح لينا وهادي. المهم عطاوه التليفون ديالو وزادوه 2000 درهم باش يسقط على اساس انه غيديكلاري به. المهم خرجوه، ونفس القضيه خالو كيحاول انه يدرسيه وباش يكون انسان مزيان، لكن للاسف نفس القضيه نفس المشاكل، واللي لقاه كيسرق له حتى غادي يجيب البكالوريا ديالو وغيحاول انه يقلب على لي زيكول يقرا فيهم، واخا هكاك ما تقبل في حتى شي ايكول، وغادي تكونسونطرا مع الانترنت، غادي يقول نتعلم بعدا الانترنت ونتلهى به. وداكشي اللي كان كيدير سيريات ديال الافلام الامريكيه كيتفرج فيهم وكيتعلم اللغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت كيدخل كيتفرج كيفاش انه يهاكي فيسبوك، كيفاش يهاكي ام اس ان، كيفاش يهاكي اي حاجه، وبدا كيدير كونتاج في الفيسبوك وكيحاول انه يهاكي الناس اللي كيعرف، خصوصا دوك الناس اللي كانوا معاه في الفيسبوك، كيصيفط لهم ميساجات على اساس انه الفيسبوك ديالهم راه غادي يمشي الا ما بدلوش الكود، وكيقيسوا في داك الاس ام اس او الميساج كيطلع كيولي كيخرجوا من الفيسبوك من جديد، وكيدخل الايميل ديالو ولا الهوت ميل ديالو والكود، واوتوماتيكمون كيمشي عند سفيان. هادشي كان كيديرو مره كيبتز، وبعض المرات كان كيهاكي بيسيات وكيكتب لهم فوسط البيرو ديال البيسي انه راه تهاكا، ولا خاصك انني نرد لك البيسي ديالك خاصك تصيفط ليا الفلوس. كان غير كيضحك، وفي نفس الوقت الطمع ديالو هو انه يدير الفلوس انطلاقا من الانترنت، حتى غادي تبدل له النظره ديالو للانترنت، غادي يشوف ناس كيجيبوا الفلوس صحاح خصوصا من الاي كوميرس في ديك الوقيته، وغادي يقول غادي نحاول نقلب على السلعه ونبيع ونشري وفي نفس الوقت نخربقها في الانترنت. المهم لقى واحد السيد كيبيع القبيات بثمن ديال 100 درهم، واتفق على اساس انه غادي يصيفط له 30 حبه، وقال له باللي راه الناس كيقولوا لي غادي نصيفط لك فلوس وما كيجيوش ياخذوا لا كوموند، وانا كنصيفطهم في ديك الشركه ديال لا ليفريزون اللي ديك الوقيته كانت غير بوحدها ومعروفه وكاينه في المغرب كامل في العروبيات كامله. بدا تيهضر معاه سفيان وهو يقول له داك السيد ضروري خصك تصيفط ليا 1500 درهم، و1500 درهم من تجي السلعه عاوتاني. وداك الشيء اللي كان بدا السيد كيدير لا كوموند ديالو، وعرف باللي انه غادي يدير 60 حبه، مشى عند الام ديالو وقنعها باللي غيبدا التجاره، والام ديالو كتقول يا ربي يبعد من السرقه ويبعد من اي حاجه فيها المشاكل. جبدات 3000 درهم عطاتها له، جبد هو 1500 درهم ومشى صيفطها للكونت بونكير ديال داك السيد بسميتو، وداك السيد صيفطها له في الواتساب قال له هذا الكود هذا غادي تمشي وغتديه من هنا واحد اليومين وتقول لهم يعطيوك السلعه وتزيدهم الف. وبالصح صور له الكليه، صور له كل شيء، وقال له من هنا واحد اليومين سير غيوصلك لا كوموند. مشى لعند ديك الشركه لا ليفريزون وعطاهم الكود، السيد طاب الكود قال له هاد لا كوموند اصلا مازال ما تصيفطاتش وما كايناش حتى في السيستم ما كايناش، قال له عافاك يعاود تاكد. قال له شنو غادي دير؟ حاول تصل بالسيد وتقول له واش صيفطك في لاجونس ديالنا. المهم غيجبد التليفون سفيان غيتصل غيلقى النمره تقطعات، بمعنى انه السيد بلوكه، غيدخل الواتساب غيلقى ان السيد واتساب ديالو مبلوكي، بمعنى ان يمكن راه طافي له التليفون. مشى للدار عند امه وبدا كيصيفط له في الفيسبوك لقاه بلوكه، تما عرف راسو راه تنصب عليه. امه كتقول له واش جبتي السلعه؟ كيقول لها راه قال لي واحد 3 ايام. المهم ما قدش يقول الام ديالو باللي راه تسرقت، وبقى حاطه في قلبه حتى لواحد النهار غتقول له فين هما الفلوس وغادي يعاود، غيقول لها هو النصاب اللي سرق لي الفلوس، وبدا تيبكي قدامها باش يبين الضعف ديالو. امه قالت له ماشي مشكل، حاول دير شي حاجه اخرى وخربق فيها، والتجاره راه هكا دايره، مره ينصب عليك واحد مره واحد تربح معاه وهكا دايره، ما تفقدش الامل. لكن سفيان عرف ان هاد اللعبه اللي دار له صاحبنا هي اللي غادي يدير، وبدا كيخربق في الفيسبوك ولقى ان كاينه واحد الثغره في الفيسبوك باللي الانسان يمكن لك تحط اي حاجه وتانيميها في الباج ديالك او الجروبات ديال البيع والشراء. وداك الشيء اللي كان مشى هز واحد البيسي في واحد السيت ويب معروف ديال البيع والشراء، كان حطوا واحد السيد وداير له داك السيد 9000 درهم، هو هزو بحكم انه مصور غيال وحطوه في واحد الجروب في الفيسبوك، وحط عليه هاد بيسي هذا راه جاني من برا وانا ما كنديرش بيسيات وما كنعرفش نخدم بهم وبغيت نبيعه ب 1500 درهم. الناس غير شافوا البوست في الجروب جاو كيجريو، كلهم صيفطوا له في الواتساب بغينا داك
البيسي بغينا داك البيسي وهو شنو تيدير؟ هو كيصيفط لهم فوكال على اساس انه انسان غير مثقف وما فهمش وانه انسان من الباديه وكيقول لهم اخويا داك اللعيبه اللي صيفط ليا عمي من فرنسا راه ما كنعرفش نخدم بها ولكن انا راه بغيت نبيع اخويا في اخر وقيته المهم الله يلحن الوالدين الا كنتي باغي ما تبرزطنيش صيفط ليا العربون وهالكونت ديالي بونكير وداك الشيء اللي كيدير كيصيفط الاول الثاني الرابع الخامس السادس اللي طماع كيقول له صافي اخويا انا غدا الصباح نصيفط لك 100 درهم عربون وجد لي الله يحفظك اخويا راه باغيه وداك الشيء اللي كيدير كينشب بنادم بنفس الطريقه ونفس الاسلوب ولاو كيصيفطوا له الناس عشرات الناس كيصيفطوا 100 درهم للكونت بونكير سبعه ثمانيه تقريبا كل ربع ايام كيصيفطوا له ثلاثه اربعه والناس كيبغيو يهددوه كيبلوكيهم اي واحد قال له شي حاجه كيبلوكيه وكيبلوكي النمره ديالو حيت كيعرف انه وصلته 100 درهم بقى على هذا الحال بقى على هذا الحال حتى مكتشفات ان الولد ديالها دار لي باق السنان ديالو عند الطبيب وشكون اللي عطاه الفلوس الله اعلم ومشى دار الكيراتين الشعر ديالو شكون اللي عطاه الفلوس الله اعلم وقلت له مين جبتي هاد الفلوس قال لها الوالده راه كنربح في الانترنت انا كندير داكشي ديال الانجليزيه ومع السيده مسكينه ما فهماش كيغمق عليه وبدا على هاد القضيه على هاد القضيه على هاد القضيه حتى لواحد النهار غادي يتصل به واحد الجندار وغادي يقول له شوف اخويا نصبتي عليا ياك انا راه جندرمي وما غنمشي تنشدك وعقل على هاد القضيه اللي درتي السيد تقلع وقال له شوف اخويا راه البيسي تباع وسمح ليا وانا راه كنخدم على الوالدين ديالي وانا ما صحابنيش وانا 100 درهم غدا نصيفطها لك وداك الشيء اللي دار اي واحد تيخرج فيه عينيه كيصيفط له 100 درهم والاخرين ضربهم تران حتى لواحد النهار البوليس غادي يدقوا عليه في الدار سفيان غادي يطلع من الشرجم وغيلقى البوليس وغيعرف انه جايين عنده هو غادي ينقص من سطح الجيران ومن تما يعاود ينقص لواحد سطح واحد اخر وغادي يهبطوا الناس كيشوفوا فيه مخلوعين ومع السيد عنده الفلوس جيبو غادي يركب في المحطه وغادي يقصد الطريق ديال كازا ما غدوز غير واحد ساعه المكانه وغادي يتصل بخالو يقول له شنو كاين يقول له رجعوا عندك البوليس غير يجي نفاريوه راه غير واحد اللي ديكلارا بيك على اساس انك نصبتي عليه سفيان كيقول له بلي راني مشيت لكازا تقول له جي لا قبطوك راه غتهبط للحبس جي نفكوا مع السيد قدو نديروا شي حل وداك الشيء اللي دار وصل لكازا عاود الطريق الاسفي ومشى عند خالو خالو هزو الدانيش للكوميساريه وجا السيد وهو يكالمي اللعب قالوا له على اساس ان السيد راه عطاك 100 درهم ونصبتي عليه قال لهم شوف انا راه هاد السيد هذا راه كان عندي واحد بيسي المهم ها هما الفلوس ديالو قال لهم لا راه بغى تنازل التنازل غتعطيه 5000 درهم خالو جبت 5000 درهم فك الامور ديالو وخرج قال لهم شوف اخر مره نوقف معاه راه نهار توقع شي حاجه غتخرجي انت وياه حيت انت جبتي لنا البلال للدار وجبتي لنا المشاكل للدار واللي ما عمره ما زعم علينا وكلمنا كي ولا تيكلمنا واللي ما عمره ما سبنا ولا تيسبنا بسبب هذا الولد ديالك سفيان كالما اللعب لكن للاسف غادي يرجع لنفس الخطه هي انه غيهز واحد التليفون وغادي يحطو نفس الطريقه لكن خصو يهرب من اسفي قال الام ديالو باللي غادي يمشي لتركيا يخدم خصوصا هو انه كيدير في الانترنت وقال لها باللي راه ضروري يمشي لتركيا وبقى عليها بالكذوب والسماوي ودبرات عليه مسكين هز الفلوس مشى هو واحد صاحبه وبداو كيبداو القضيه ديال النصب ديالهم فين في مدينه طنجه كراو واحد الدار تما وبداو نفس الطريقه كيحطوا التليفون كيقول له اخوان راه عندي غير تليفون صابونه وانا داكشي ديال التكنولوجيا كيبقى يدير راسو بحال انه ما باغيش داك التليفون وبلاص انه التليفون كيدير 4000 درهم هما كيديروا غير 1000 درهم وجي مرحبا بك ونفس النشبه خويا انا ما مسلكنيش هاد الثمن ولكن انا راه ما عندي ما ندير به ولكن انا مزير وكيبقى يخلط في الاحاسيس ومع الاخر كيسمع انه الهوته كيصيفط له 100 درهم ديال التصبيح سفيان هو داك صاحبو نفس النصبه كينصبوا على الناس صاحبو جاتو واحد كونطرا ومشى لفرنسا وبدا عايش بوحدو سفيان في طنجه حتى لواحد النهار ولد خالو غادي يشوفو في وسط طنجه وغادي يمشي يسلم عليه وغايشوفو غيتخلع سفيان غايقول له شوف انا راني عاد جيت من تركيا المهم غندوز واحد السيمانه ونمشي للاسف الاخر غيسلم عليه عادي بحال ما كاين والو وغيمشي يقولها للوالد ديالو الوالد ديالو غايقولها لخته امه غتشد التليفون وغاتصل به في الواتساب غتقول له واش كتفلي عليا واش انت في تركيا ولا في طنجه يقول لا الوالده راني جيت ديك السيمانه والدري مريض وكنوقع له واحد المشكل وبقيت معاه وقلت له علاش ما قلتيهاليش قال المهم الوالده السيمانه الجايه نجي عندك السيد كيبريباري وكيتقاتل على اساس انه ينصب على الناس ويدي لهم فلوسهم هذا صيفط له 100 درهم هذا ما صيفطلوش ونفس القضيه الا زيرتيه قلت له غنديكلاري بيك يقول لك 100 درهم ديالك ما خاصنيش المهم الله يعاونك انا راه مبرزط في خدمتي الله يعاون ولي
نصب عليه واش سكوتش وما دار والو غادي. السيد كيجمع الفلوس وكيخرمز حتى مشى لاسفي دوز داك رمضان غير في الدار، الماكله البيسي الماكله البيسي، ويطيح على واحد السيد مصري كيجيب الكونترات في القناه ديال اليوتيوب وفي الفيسبوك وكيقول لهم مثلا هاد الدوله ديال المجر باغ اربعه الخدامه، دوله دي كندا غتصيفط واحد الكونترا ديال واحد العمال ديال النظافه، وكيعطي معلومات ويدير له طن سفيان. قال علاش ما نديرش جروب ديال الناس اللي باغين يخدموا ونبقى نعاونهم بطريقه غير مباشره؟ وداك الشيء اللي دار، مشى دار جروب في الفيسبوك وسماه المهاجرين المغاربه للبحث عن العمل، وبدا كيحط فيه لي زانفورماسيون للشباب اللي باغين يخرجوا من البلاد يقلبوا على خدمه. مثلا تيكتب في الجروب بلغاريا تريد اربع عمال للنظافه، وكيحط ديك الليان ديال السيت، وكيدير مثلا كندا تبحث عن مهندسين، كندا تبحث عن عمال الحلاقه، كندا مهم. بدا تجمع في الجروب وراكم عارفين الشباب مساكن البطاله راهم وباغين يخرجوا كيدخلوا لذاك الجروب حتى وصلوه ل 80 الف عضو في الجروب ديال الفيسبوك. وهنا سفيان غيدير المرحله الثانيه، هي انه غادي يبقى يدير فيديو ويبقى يحرك فيه يديه مره مره، يحط تصاور ديال الدول اللي كيهضر عليه، مره يهضر لك على كندا، مره يهضر لك على امريكان، ومره يقول لهم اخيرا المغاربه سوف يخدمون في كندا، وكيدخلوا الناس يتفرجوا، وهو كيجمع واحد الجيش اللي غادي ينصب عليه بواحد النصبه خطيره. بدا كيقول لهم في كل فيديو انكم ساينوا واحد المفاجاه غادي نديرها، هي انني غادي نجيب لكم واحد السيت ديال الكونترات، وغادي نتوما المتابعين الوالا ديالي هما اللي غادي يستافدوا، وغادي ندير لكم واحد المبلغ رمز اللي هو 500 درهم، غتصيفط لي ديك 500 درهم غنصيفط لك السيت وغنبقى معاك تعمر المعلوم. وهنا بدا كيصاوب داك السيت وبدا تيخربق فيه، وداك الشيء اللي كان عمر واحد الفورميل قاده على اساس الناس ان فوا غادي يعمروا المعلومه غيجيهم في الايميل ديالهم الموعد ديال لوتروتيان ديالهم. وراكم عارفين الناس الى جاهم لوتروتيان كاين واحد النسبه ديال 50% انهم يخدموا، وداك الشيء اللي جا عنده الخاص تيقول له شوف انا راه السيت ويب ما عرفو حتى واحد، عرفو غير بوحد، هو اصلا داك السيت غير ديالو هو اللي مصاوب، وكيصيفط للدراري اللي صيفط له 500 درهم حتى السيد جمع ما يعادل 160 واحد داروا لانسكريبسيون، وكيقول لهم السيمانه الجايه غادي يتصلوا بكم لوتروتيان. جات السيمانه الاولى قال لهم عندهم واحد المشكل، 3 ايام ولا 4 ايام يتصلوا عاوتاني. هو شنو يدير؟ هو راسو بدا كيصيفط لهم ايميل كيقول لهم باللي عندكم لوتروتيان لو 21، المهم كيحاول انه يزوطهم مده ديال 30 يوم، وكيقول لهم بالنسبه للناس اللي داروا لانسكريبسيون راه غادي يتصلوا بكم، والسيد غير كيسرح في الناس وكينصب على الناس. جوج ديال الناس اتفقوا وداروا جروب على اساس ان سفيان نصب عليهم، وتيقولوا للدراري راه حداو راسكم من واحد السيد راه عنده واحد الجروب ديال واحد الباج راه كينصب على الناس ويدير لهم فلوس. هو شاف داك المشهد بلوكاهم من الجروب، وبداو الناس كيمشيو وكيديروا عليه فيديوهات في الانترنت، حتى لواحد الوقيته مشى واحد ربعه ديال الناس ديكلاراو به، والسيد تخلع ديال بصح، قال شنو غادي ندير؟ نهضر معاهم حبيا وكلنا نعطيه رزقه، لكن الخطه اللي كان باغي يدير هو انه يرجع لاسفي يقاد الباسبور ومنها يهرب لتركيا. وداك الشيء اللي عاوتاني رجع لاسفي عند الوالده ديالو قاد الباسبور وبدا كيكذب عليهم، واللي زيرو ديال بصح كيصيفط له ديك 500 درهم، حتى لواحد الوقيته قطع التيكيه وبغى يدخل للمطار بغى يطبع وما يعتقل، قالوا له بلي انت اصلا راك روشيرش. داوه ولقاو ان الناس مديكلارين به انه نصب عليهم، هو كيقول بلي كان غير وسيط ما بينه وبين ديك الشركه، والدوله كتقول له ارنا ديك الشركه اللي هضرت معاك وعطينا المعلومات ديالها وعطينا لي زانفو، ولكن راه الناس كانوا تيصيفطوا لك. بداو كيتجمعوا الناس وعشره ديال الناس اللي ديكلاراو، اما الاخرين ما بقاوش مسوقين لك 500 درهم، خلو رغم انه دار محامي واتفق على اساس انه يرد لهم فلوسهم كاملين وحاول انه يلقى حل، لكن القاضي غادي يحكم عليه بعامين ونص ديال الحبس محاوله النصب رغم انه رد لهم الفلوس كاملين. سفيان امو غتصدم باللي ان الولد ديالها اللي كانت تقاتل باش يدير عقله جابها في راسو ودخل الحبس. سفيان الشهر الاول ديالو ديال الحبس جات عند امو شاف لها في وجهها لقاها مدخوله بالاكتئاب، والسيده دخلها المرض، وبصح ضربات 3 شهور هي تمرض بالطونسيون سكر، ولات السيده تتوفات في مده ديال 6 شهور وهو في الحبس. خالو وصلوا الرساله مع المحامي ان الام ديالو توفات، واخا هكاك سفيان ما بغاش يدير عقله، المشاكل في وسط الحبس، صداع في وسط الحبس، وانه كيقول باللي هنا غلق راسي. وداك الشيء اللي كان السيد مفتون بصداع والمشاكل، حتى لواحد الوقيته غادي تبقى له 6 شهور وغادي يولي اللي
كيركز على السبور وكيركز على القرايه ديالو. المهم سفيان في وسط الحبس عرف باللي ان الحياه هي واحد اللعبه اللي كان لعبها اصلا غلط. الصغر ديالو كله سرقه، وكان اشياء اللي عنده هو ما عندش بزاف الناس خصوصا من العائله ديالو، وكلشي كيقولها له. وحتى هو براسو عرف ان الغلط اللي كان تيدير هو انه كان كيبسط الامور وكان كيسرق وكيقول عادي، كلشي بالنسبه لي عادي، نصب عادي. وعرف ان هو الدار رسول داك الطريق، وحمد الله ان بزاف ديال الحاجات كانوا سبب انه يديروا طريقه وما توفاش، ما شدوش شي واحد قتلو ولا نصب شي نصبه كبيره باش يمشي للحبس. دوز ديك المده ديالو وغادي يخرج نيشان مع كورونا، وفي وسط كورونا غيدخل عند خالو، خالو غيعطيه الامور ديالو اللي كيسال من عند الام ديالو، والسيد غادي يمشي يرجع لطنجه. وفي طنجه غيبدا الاي كوميرس، وبشويه بشويه السيد كيحيد منه المشاكل والصداع وخصوصا السرقه. سفيان كيف ما كيقول هو ما كيدير والو، حاجه وحده هو انه كيكمي وكيقول باللي يدعيو معاه الله وعسى ربي يسخر له يتعافى، حيت كيقول باللي كيدير مجهود باش ما يرجعش للسرقه وباش ما يرجعش للنصب على الناس. الحلقه ديال اليوم هي حلقه اللي نقدروا نقولوا نصائح، نصائح للشباب اللي كينصبوا على الناس واللي كيعتبروا ان هذا الشيء راه ماشي جريمه. الا الا نصبتي على شي واحد في الانترنت، ولا سبيتي شي واحد في الانترنت، ولا شديتي شي واحد وبديتي كتستفزو او كتحاول انك تحيد منه الفلوس او تهددو، راه هذا الشيء راه غير قانوني ويقدر يديك للحبس. ما تعتبرش داك الشيء كيف شحال هادي في 2002 2004 ما كانوش القوانين، دابا كاينين القوانين. ولا درتي خطا غادي تحمل مسؤوليتك، خصوصا الا كان سب ولا التشهير ولا النصب ولا حتى تهاكي شي واحد وتعدى عليه وتدخلو في الخصوصيات. الحلقه ديال اليوم نعتبرها انها نصيحه لينا حنا كشباب باش نعرفوا باللي الانسان اللي غادي في الطريق مزيان ما عمره ما يخاف، لكن الا مشيتي في الطريق وكتعواج غادي الدنيا تقادك. صحه عليك. الحلقه ديال اليوم كيف العاده هي انها كتدينا لواحد الاتجاه، هي ان الحياه ما فيهاش غير فرصه واحده، فيها بزاف ديال الفرص. تهلاو في راسكم، وما تنساوش الا عجبتكم هذه الحلقه ديروا لايك ودرنا شي كومونتير زوين، ودعيونا مع صديقنا سفيان. تهلاو في راسكم والله يعاونكم.